أول بطولة كان فيلم ليل داخلي مع بشرى وأيمن قيسون. فيلم اتعرض من سنة ونص طبعا كتوقيت برضو كان في نص السيزن كده، فطبعا دايما الأفلام اللي في نص السيزن دي ما بتتشافش كويس. الحمد لله دي مش أول بطولة، دي تاني بطولة بالنسبة لي. وجودي في أي عمل مش لازم أبقى من الجلدة للجلدة، بشغلي هو أنا بطلة. إزاي أخلي الناس تحبني وتكلمني وتجيبني في أفلام، هو ده النجاح. بطولة أنا الدور هنا ما كانش نفس الدور اللي أنا كنت ماضي عليه في الأول، بس أنا ماضيت وسافرت لأن كنت بصور حاجة برا مصر، فاعتذرت وما قدرتش أكمل. فالمنتج أصر إن أنا أبقى معاه، فكتبوا دور من أول وجديد وحطوه في محور الموضوع عشان برضو أبقى موجود. الحمد لله عملته حلو، عملت دور لبنانية وأول مرة أتكلم. أول مرة أتكلم. أنا مثلت في لبنان، مثلت مسلسل روبي أخت سرين عبد النور، كنت أختها المصرية مسلسل 60، بس ما اتكلمتش لبناني، أنا كنت مصرية وروبي هي سرين عبد النور هي اللبنانية، بس ده لبناني، بتكلم لبناني جوه الفيلم. ومافيا ومحمد، مش أنت، أنت حبيبي. هي البنت مافيا بتستأجر للقتل، عمليات القتل بأحداث بقى موضوع شريرة يعني. والله طول عمري طيبة والناس بتضحك. أول مرة أطلع شريرة وأقتل وأعمل وقاتل محترف وأبقى قاعدة بدور على أن أنا أعمل مصيبة، دي أول مرة أعملها يعني، من إخلاص الوصية كأكرم حسني والضحك والهزار. بس الحمد لله ان بص اختلاف الادوار ده بيديك مساحه اكبر ان المشاهد يشوفك في مليون حاجه.